اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. 5 غيابات للأهلي أمام الوداد. يستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة فريق الوداد الرياضي وسط الغيابات العديدة للاعبين في نهائي القمة العربية الإفريقية للنسخة 21-22، وذكرت العديد من التقارير المصرية عن غيابات العديد من نجوم الأهلي المؤثرين في صفوف فريق المارد الأحمر عن المباراة النهائية أمام شقيقه الوداد الرياضي في نهائي البطولة الإفريقية. وأوضحت تلك التقارير المصرية غياب 5 نجوم من فريق الأهلي قبيل السفر إلى دولة المغرب مع نهاية الأسبوع الجاري استعدادا لمواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهم محمد عبد المنعم مدافع، ياسر إبراهيم مدافع كذلك، بدر بانون كذلك مدافع، وأكرم توفيق وسط ميدان، وعمار حمدي كذلك وسط ميدان، وكلهم غائبون بسبب الإصابة. وفي ذات السياق أكد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق في تصريح له عبر إذاعة أون تايم سبور بأن حمدي فتحي قد عاد إلى ممارسة التدريبات الجماعية مع الأهلي المصري بعد إصابته، إلى جانب عودة المالي أليو ديانغ والجنوب الإفريقي لويس ميكيسوني. نهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء. Yeah.